باب السعادة، سر الأسرار في السعادة والتفاؤل أن يكون الله عظيما في قلبك تحبه وتخافه وترجوه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إذا سألت فاسأل الله، يعلم التوحيد حتى لا يمكن أن ييأس إنسان، يعلم أنه إذا احتاج أمر سأل الله. ما تكفى يا دكتور، يا أخي الدكتور يموت مثلك يا أخي، والدكتور يعطيك سبب للحياة لكن المسبب أين هو؟ لذا نحن نحتاج لكي نتفائل إلى أن نعود من جديد لنقرأ من جديد كتاب الله وسنة نبيه. أحبابي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كم مرة جلست مع 99 تعرف المعنى وتتدبره وتسأل الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوه بها يا حفيظ، خلاص حفيظ يحفظك يا رقيب. ما يمكن يفتح www.زبائل وهو عارف أنه رقيب. وهكذا حب الله يجب أن تحبه. لماذا؟ لأن ما بكم من نعمة فمن الله. يا أخي شكرنا الكون كله إلا من خلق الكون، ومن هنا سلط الله علينا بعض الهموم في نفوسنا. تربية الابن وتربية النفس على حب الله أكثر من حبي للماء البارد على الظمأ. الماء البارد إذا دخل على ظمأ له لذة لا يمكن تترجم ولا تكتب، لكنه يعبر أحيانا بدمعة في سجدة، ويا رب وأنت تعلم أن الناس لا يسمعون لكن السميع البصير، لأنك تعرفه بسمعه وبصره سبحانه بصفاته فتدعوه. هنا يمتلأ القلب إيمان. وإذا امتلأ القلب حبا للديان والله ما يجي في صحراء ولا يمكن يدخل فيه الهم ولا يتشائم. يا أخي الإنسان إذا علم أن الكون ليس مبني على صدفة يدبره العظيم، يا مدبر دبرني، يا ربي إني لا أحسن التدبير فدبر حالي، هنا تطمئن. وبعدين للمعلومية التفاؤل نتائج غير منطقية دائما إذا كان في الله. عقيم، اقرأ قصة زكريا في القرآن، اقرأ إبراهيم، إبراهيم عمره 90 وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سبحان الله يا شيخ. نعم يا أخي، واحد مريض 18 سنة يتفجر جسده قيح وآلام ويرفع عين ربي إني مسني الضر، ثم يا أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب وآتيناه أهله ومثلهم معه. ليه؟ نعم العبد إنه أواب، يعرف ربي ما يعرف طبيب، هو يعرف الله. لذلك لا تقعد تقول لي يا شيخ أقنعني، يا أخي في غيب، الذين يؤمنون بالغيب قدمها الله على إقامة الصلاة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أين الإيمان بالغيب؟ ولذلك يا متفائل، أنا ما أثق في الأسباب ولا أثق في ظروف ولا في عالم اليوم، أثق في مسببها سبحانه، الملك الحي القيوم الذي إذا أراد للشيء أن يكون قال كن فيكون، ويعلم الشيء الذي لم يقع ولم يكن، لو كان كيف يكون، علمه لا يسبقه جهل، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. منها غير قناعاتك، هذا منطق يعني، غير قناعاتك. لأن عندنا بعضنا يا شيخ قناعات فاسدة منتهية الصلاحية ولا زال يتجرعها، وتجدنا يا أخي يوم شاب ودوه للكتاب. إيه نعم، في ناس شابوا ودوهم للكتاب وصاروا علماء، وأن في نوابغ ما نبغوا إلا بعد 60. يا شيخ ما الزواج شر لا بد منه. لا يا حبيبنا، الزواج نعمة وجنة وخير. أنت فاشل في الزواج غير قناعاتك حتى تتغير. مثال الأبناء ما فيهم خير، أحدهم يقولون له أبشر بولد، قال بشروا الفسقة بصاحب جديد الله. يا مسلم يا أخي إيش هذا؟ قال الأبناء اليوم ليس فيهم خير، ومن هنا يرزق هذا على فأله الذي. ولذلك تفاءل بالخير تجده، أو تفاءلوا بالخير تجدوه، وإن كان لا يصح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. تفاءل بالخير تجده، ولو لم تجده فتقول ما عند ربي خير وأبقى. غير القناعات يعني، وليس. ولهذا يا أحبابي معظم التشاؤم من تركيبة متشائمة داخل النفس، لأن العبد هو على العنصر الأول لما لم يعرف الله بدأ الشيطان يعطيه الأوردر أو يعطيه الطلبات، حقق هذا. هذا أصلا مقدمة الأولى، مقدمة ثانية النتيجة لابد. لا يا أخي الحبيب، في مقدمات ما تجي لها نتائج، لأن مقدماتك أصلا خربانة فاسدة. عدل المقدمات حتى تأتي النتيجة صحيحة. غير قناعاتك وقل سأحاول أكثر من مرة، وقل الله أراد بي خيرا،
وقل يا شيخ لربما هناك باب لم ينفتح. واحد واقف عند باب، أنا أعطيتك يا شيخ عبد الله 20 مفتاح وقلت افتح الباب، فقلت المفتاح موجود، قلت أنا أظن ذلك، ماذا ستفعل؟ ستجرب فتح لا. الأول الثاني الثالث. أواصل يا شيخ أواصل إلى أن يجيني، يمكن يجي المفتاح الأخير ويمكن ما فتحته، لكني حاولت أرتاح نفسيا أني حاولت أن أفتح الباب. لكن بعضنا لا يقف يبكي عند الباب، يقف يا أخي لأن توقد شمعة في الظلام خيرا من أن تلعن الظلام 1000 مرة، وهذا مثل عند أهل الصين. ولذلك حاول بتغيير القناعات، ما في فائدة هذه التي تدمر الإنسان في العمل. اجلس وين رايح أنت؟ ما في فائدة يا أخي، بقدم على الجامعة من جديد أبدا. يا أخي ما نفع الطبيب هذا، جرب طيب ثاني. لا يا أخي ما، وهو لذلك في أبواب موصدة في حياتنا ما نتفائل بعدها مع أن بصيص النور خلفها، لأننا لازلنا مكبلين بقناعة مد رجليك على قدر الحافي. طيب ليه ما نخلي حافي على قدر رجلي؟ ولذلك يا شيخ أن نقول لواحد أن تنتظر فرج الله خير من أن تنتظر سخطه أو تنتظر مصيبة قادمة. أن تقول نعم نحن لا نستحق نصرة الله، لكن الله أرحم بنا من أنفسنا، هو العظيم سبحانه هو الكريم. يا شيخ يا جمال يا أخي، هذا مثل اللي قلناها اليوم في الدعوة، تقول يا أخي صلي جماعة لله بك في الجنة، يختلف عن صلى الله يجعل وإلا إلى النار وبئس المصير. شوف المنظر، هو طبعا اللي ما يصلي قد يصل للنار، لكنك أن تبين لي أنك محب لي، تفاءلوا بالخير هذا لأن الحبيب كان يعجبه، ولأن الإنسان غالبا يتحقق له سبحان الله ما كان ينتظره من الله. لأنك يا أخي تنتظر من الله كل خير، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. من الخطوات العملية والاستراتيجيات المهمة في صناعة الفأل أن تغير البيئة المحبطة اللي تثبطك. المريض هذا الذي لا يرى في الكون إلا الظلام، ولا يرى في الكوب إلا النصف الفارغ، والذي لا يقع كالنحلة على الزهر، إنما أكرمكم الله كالذباب لا يقع إلا على سوء، هذا المجالسة له تعدي. إذا كانت الأوبئة تعدي والأدواء والأمراض بعضها يعدي، وإن كان المرض لا يعدي بنفسه لا عدوى ولا طيرة، لكن قد يدخل صحيح على سقيم. فوالله إن أكثر ما يعدي في هذه الأزمان ديوانيات ومجالس ومقاهي. واحد من الناس جالس هناك، وللمعلومية ترى المتشائم لو رأى وجهه استعاذ هو من وجهه 7 مرات. ولذلك يقولون المتفائل دائما ينطبع تفاؤله على صفحة وجهه، مبتسم، خير دائم خير دائم. تلاحظ قديما كان الآباء والأجداد خيرة، ودائما الآباء يقول يا الله يا الله عسى ما تكره النفس خيرة. يا سلام، سمعتها من أبي وأمي كثيرا، يعني اللهم اجعل كرهنا لبعض الأمور هو الخير الذي أنت تعدنا به. ولذلك دائما كما قال بعض أهل العلم، لو أن الله أنزل لك أو كشف لك سجف الغيب والله لا تختار لنفسك إلا ما اختار الله لك، لأنه الحكيم، لأنه الرحيم، هو العظيم سبحانه. ولذلك رب العالمين، رب العالمين هو يربيك، ألا يعلم من خلق، هو اللي يربيك. ولذلك لا تجالس أولئك الذين يقنطونك يصحرونك يدعنونك متشائم، غير البيئة. ولذلك أحبابي ترى ما يحب بعضنا، في بعض الناس مكروه. أحدهم يقول لي يا شيخ أنا دائما يا شيخ إذا دخلت الناس يبتسمون يقطعون البسمة، إذا كانوا يتكلمون يسكتون، أريد أبني صداقات ما أستطيع. يتخافك الله يحفظك معك النار، معك كبريت، وتوقد في قلوبهم الآلام. قال لا بس أنا أحلل اقتصاديا أحيانا وأحلل سياسيا. قلت لهم دمرتم، النتيجة لم ينجح أحد اقتصاديا. من يدخل بداية شهر خلاص يقول الاقتصاد جايتكم النكبات والبترول بيطيح بسم الله، والدخل سينقص والعلاوات ستزول بسم الله. وأما السياسة فوالله إنهم ينوون، وخططهم القادمة هي أن يأخذوا الأرض الفلانية ثم يدمروا الأرض، لا وعندهم صواريخ توصل على بيوتكم. أعوذ بالله من الشيء. يا أخي ما تروح تنوم أزين، رح يا أخي توضو صل ركعتين ونم. جلوسك مع هذا والله يا أخواني ينقص العمر. لكن لو جلس مع واحد وبشرك نحن بخير ولا زلنا بخير والعاقبة بيد الله وهو أرحم بنا من أنفسنا، ووالله لا أرجو من الله ما أرجو من الله إلا خير. لا يا أخي أحسن الظن بالله،
ولذلك قال الله في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. دخل الحبيب على أعرابي كبير فقال له: طهور إن شاء الله، كبير والحمى تحرك أواصره، طهور. لاحظ كلمة جميلة، يعني أن هذه الحمى تطهر ذنبك ثم يعقبها العافية. قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: إذن هي كذلك. هو من يضع نفسه في هذه الدنيا. فلما خرج الحبيب سمع صياح أهله، مات رحمه الله. نعم، طهور يا أخي ما تدفع القضاء لكن تجعلك مبتسم. كثير من الأطباء هذه الأزمان يقولون بأن كثير من الأمراض، الأدواء، الصحة النفسية والصحة البدنية دمرها توقع المرض، الخوف من المرض. ترى بعضهم مريض الآن ما راح يسوي تحليل، ليه؟ قال خلها مستورة، ولا أنا عارف أن دمار في دمار فيني كوليسترول وضغط، ولما حلل ما وجد شيء، لكن عايش 20 سنة متعذب، راح الألم اللي هو في نفسه، وبدأ أحيانا بمرض نفسي جديد من أمراض النفس التي الآن تروج. إذن غير قناعاتك وغير بيئتك المحبطة، واجلس مع المتفائلين، فإن المتفائل لا يغير في الكون شيء، لكنه يعرف الله أكثر من أولئك الذين يكيلون إدارة الكون إلى غير الله. جميل. ولذلك يقولون أجمل علاج للتفاؤل أن تحب الله حبا تعرفه به، فلا يكون في قلبك بقعة من الأسى بعد ذلك.